بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا علمنا كيف نحمل راياتك، رايات الإسلام، بكل جد ويقين وحماسة وثبات. آمين يا ربنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. قال: هل عسيتم أو عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا. وقالوا: سبب أن يدفعهم من القتال، قد أخرجنا أموش في سبيل الله صرف. فما دوافع في حالتهم الهزيلة المسكنة والمذلة ذكروها، وهم لا يعلمون أنهم يضعون أنفسهم بألسنتهم الذريبة الكاذبة. وقد خرجنا من ديارنا ليخرجوا إخواننا اليوم في فلسطين، وأبنائنا كذلك عملوا جدار هائل، حتى إخواتنا يحبوا يتخاطبوا ويزم حيل كيفاش من حاجة نقل الصوت من جهتي السور إلى الجهة الأخرى، ما شيء كبير. هذا موجود في القرآن، ما عندهم يعني حصون، عندهم هما راحوا يصوتوا جول مقصودين من طرف أعدائهم، خاصة فلسطين اللي في الكتب بتاعهم الفرنسية يقول لك فلسطين، أي إذا هم دخلاء على الفلسطين. اليوم قال لك لا، هي أرضنا وراجعينها ومش يقيموا دولتنا الأبدية، لأن هي أرضنا بالأساس. وقت اللي في كتبهم اللي الفلسطين هم اللي يحاربوهم وهم اللي يخوفوهم. وقت اللي قال لهم سيدنا موسى عليه السلام: أنا ادخلوا عليهم الباب، والعلماء قالوا: فإذا دخلتم فأنتم الغالبون. ما يمنوش موسى عليه السلام والصالحين فيهم، ما يمنوش. اليوم قال لك لا، قال لك هذيك العرض أرضنا، والواقعة متاعها مستمرة. علاش؟ ما دام ما عندهم دولة في ظاهر الأمر مشدوم وعظيمة ولا يقاوم أحد، فإذا بيخونا صدام نضربهم ونكسلهم أعلامهم وطيح من النجم اللي كانوا يظهروا لي هما نجوم ظاهر على الخلق، أي غالب على الخلق. وبعد خلط إخواتنا في فلسطين الصليبة، لكن إلى حين نعود إن شاء الله رب العالمين.